الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا آمنا قل لن تؤمنوا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من ورسوله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. كثير من الآية وإن تطيعوا الله ورسوله الطاعة محسوبة على الإسلام طبعا لأنها، فهل تعني هذه الآية أن الذين سألوا الذين قالوا آمنا ينفع إسلامهم بدون إيمان يفيدهم يعني اعتمادا على لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن تطيعوا الله؟ هذه الآية قال قوم من الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. اختلف المفسرون في هذه الآية، هل المراد المنافقون أو المراد المؤمنون ضعيف الإيمان؟ والصواب أن المراد المؤمنون ضعيف الإيمان، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني وهو قريب من أن يرج فيها ويستقر. الصواب أنها في غير المنافقين وأنها في قوم ضعفاء الإيمان. فقال الله تعالى قل لم تؤمنوا أي لم يصل الإيمان إلى قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا أي عملنا بالإسلام ظاهرا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لكنه قريب، ولهذا قال الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب أي لم يذوقوه ولكنه قريب منه. وإن تطيعوا الله ورسوله يعني إذا أتيتم بشيء من الطاعة لم يلتكم أي لم ينقصكم من أعمالكم شيئا فسوف يجازيكم عليها وإن لم تقولوا أسلم. حتى ولو لم يكن الإيمان، أما الذي ليس بقلبه إيمان أصلا هذا ما ينفع عن الصلاة. لا ما فيه قلبه إيمان كامل هذا المراد بها، هذا الصحيح. أما إذا قلنا المنافقون اللي ما فيه إيمان أبد هذا ما عندهم عمل صالح، لو فعلوا ما ينفع. نعم أي نعم ينفع، ربما يكون عمل صالح يقوي إيمانه ويزداد.